حديثات وفوج المسيح وخفف المسح. وقف كيف يفهم القلب الكليم؟ كيف يفهم القلب الكليم؟ صنعاء تصدح بالحياة رغم أنف من يحاولون إسكاتها. أي نعم، هي ما زالت سليمة معافاة من وباء كورونا، لكن رائحة الموت تعج في ثناياها منذ سنوات تتجاوز عمر هؤلاء الصغار. ولا حياة لمن تنادي، ولا حياة لمن تنادي. كورونا من نوع آخر تقتلنا في اليوم 1000 مرة ومرة، سواء في صنعاء أو خارج صنعاء. نحن لا نخشى من كورونا الفيروس، فقد ربما نقاومه بالكمامة والنظافة الشخصية والعزل، أو قد نتعايش معه، من يدري، علها تكون معجزة. كورونا الإنسان هو من يهدد سكينة صنعاء وجمالها، فسحقا له. في أوروبا والصين وأمريكا هبوا لصناعة الكمامات وأجهزة التنفس والمعقمات وغير ذلك مما يحتاجونه للتقليل من الإصابات بفيروس كورونا، وذلك أمر سهل لا يتطلب سوى المزيد من الجهد والمال والوقت. كورونا الفيروس لا لون له ولا طعم، لا سياسة له ولا أحزاب، ولا مذاهب ولا قبيلة، ولا جيوش، ولا أسلحة فتاكة. ما نحتاجه كي يحمينا من كورونا الإنسان هو شيء واحد، صناعة جيل يحب الوطن. عندها سننتصر. ختاما، لا ينبغي أن نتشفى بأولئك الذين سقطوا ضحايا لكورونا الفيروس، بل واجبنا عزاءهم والإشفاق عليهم. فلو كان بمقدوري إرسال تعزية لكل شخص فقد عزيز له لفعلت، وهذا أقل واجب إنساني نستطيع تقديمه لهم. والسلام.